إسلامي تراك شغل فندق مطعم كافي شوب حمام تركي. السلام عليكم. أنا اليوم أول شيء كل عام وأنتم بخير، عيد الأضحى. أنا اليوم في ميريلاند، هذا اسمه ديانة سنتر أوف أمريكا، مسجد قائمين عليه أتراك. المبنى اللي أنا فيه هذا عبارة عن شقق فندقية، شقق فندقية تابعة للمسجد، يعني الدخل تبعها بروح للمسجد. في الجهة الأخرى مش مبينة من هون، في كمان زي فيلل، زي نظام الكومباوند، يعني نظام الكومباوند المفتوح، في فيلل وملاعب وكذا. أنا راح ننزل تحت ونأخذ جولة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مركز إسلامي في ولاية ميريلاند، وما شاء الله قائمين عليه أتراك. زي ما حكينا في مع وحدك، المبنى اللي هناك هذا عبارة عن شقق فندقية. هذا اللي هون زي مركز زوار. هون في مطعم وكافي شوب. في طبعا كمان حمام تركي، وفي مركز نشاطات، بالإضافة للكومباوند. يعني صراحة أول مرة بفوت مركز إسلامي في أمريكا، يعني متعوب عليه وبشتغلينه صح ما شاء الله تبارك الله. هذا بيستاهل واحد يتبرع له. يا الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.